السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد وايس كوب. كيف الحال يا شباب؟ جاكم بخير وصحة وسلامة، وجيتكم فيديو جديد. وهالمرة ألعب من مسار، يعني كالعادة أغلب لعبي من مسار، وما بهارد هات ومجمع. جبت مواد، ما حطيت الجيم كامل، أوكي ما حطيت الجيم كامل لأن ما أحتاج، ودي أقلل مدة الفيديو يعني. فحطيت بداية تجميع المواد لما جبت عاد، وبحط لكم سكور النهائي. اللي اهتم في سكور النهائي الجيم بحطه لكم، وكالعادة بعد الجيم بحط لكم لقطة، يعني خلكم متعودين على هالحركة. ان شاء الله جيم وبعد لقطة ولقطة، يعني على حسب. عاد بهالجيم كنت داخل مع ناس حبيبين مرة، ذول اللي معي وضدي كلهم حبيبين يا اخي. اول ما دخلت قال اوه سكوب وتعزيز، عرفتوا يعني هذا سكوب كومنتيتر والله بطل في الناس سنايبر. هم اللي حمسوني اصلا، هم اللي خلوني اشد حالي عشان يجيب موب. لو انهم ساكتين كان لعبت وانا فاهي ولا انتبهت للجيم. يا رجل لو ينزل على راسي موب يمكن ما انتبه، بس اذا سمعت ناس يعزون لي وكذا اتحمس اشد حيلي ابغى اوريهم لعبي كويس، عرفتوا؟ تشوفون العب بحذر كالعاده، ما يعني احاول اني ما اجي عند الماسوره هذه، احاول اني ما اطل في البدايه. هذه بدايه تجميع جيت، بس يعني اذا جمعت شوي ما اجي عندها، لان اكثر من يكونون منبطحين يحرقون او يسطح لك سي فور من فوق وتموت، ما لها داعي اموت ما تتقهر. فاصير العب بحذر، ابعد عن الاماكن فيها زحمه. يعني هذا احسن نصيحه للي يبغى للي يجمع ويبغى يكمل لما يجيب مواب. ويعني الشريط اصلا له كم سنه الحين، اكيد اغلبكم اللي يعني يلعب من زمان اكيد انه يعرف الاشياء، يعني ما يحتاج اني اقولها. بس برضو في ناس توها لعبه الشريط وتستفيد من هالنصايح ان شاء الله. المهم ما علينا، بهالكومنت لو ابغى اتكلم عن مجتمع كول أوف ديوتي، خاصه المجتمع في اليوتيوب. وش رايكم انتم، شلون تشوفون المجتمع في اليوتيوب يا اخي؟ انا احس انه نام مره، مو زي اول يعني، ما عاد في كومنتاترز واجد ينزلون عن كول أوف ديوتي، والدعم على مقاطع كول أوف ديوتي مو زي اول يعني. الحين طلعت فيفا، وفيفا تعدت كول أوف ديوتي بكثير يعني. تشوف اي كومنتاتر يطلع الفيفا ينشر بسرعه ويصير عنده دعم وتعزيز ومدري ايش. اما كول أوف ديوتي لا، مره يعني نادر، ناموا ناموا مره حقين كول أوف ديوتي، اكيد انهم طفشوا وما ادري ايش السالفه. يعني ايش رايكم، هل انتم تشوفون يعني انه قل الدعم على كول أوف ديوتي، الناس طفشت من كول أوف ديوتي راح تدور شريط بديل عنها، او وش السالفه؟ حتى يعني انا مقاطع اول كانت توصل 500 لايك، 600، 700 لايك يعني بالراحه، من غير ما انشره من غير اي شيء. الحين 300، يا الله يا الله، قعدت 5 ايام ما نزلت، يا الله يا الله يوصل 300. ما ادري هل انتم طفشتوا، اذا انتم طفشتوا علموني، اكتبوا لي في الكومنت يعني، لان احتمال كبير مره اقلب قناتي فيفا، اصير انزل فيفا كثير وكود اسحب عليه شوي. يعني على حسب ارائكم انتم بالكومنتات، على حسب الكومنتات اللي بتجيني، لان يعني ما هو معقول عندي 11000 مشترك او تقريبا 11000 مشترك و300 لايك هي اللي تيجي بس. لا هذا قال لي انا شاد حيل يعني، ماني بجيب اي جيم يعني، احاول اجيب اقجام جامده وداس ولقطات وكل شيء يعني. احس اني ماني مقصر ابد من ناحيه الاقجام، ويمكن هي من اسلوبي، يمكن اني نايم شوي في الكومنتري، ما ادري وش السالفه. بس الزبده ما يجي تعزيز مثل الاول. انتم اكتبوا لي في الكومنت وش الوضع، وش اللي صاير، وش اللي مو بصاير. تلاحظون هنا المشكله اني انا صورت الجيم من الثيتر. شوفوا شوفوا هذا يوم، دقيقه، يوم ذبحته ترى خلص سلاحي، خلص المسار، ذبحته بالماجنوم لانه خلص المسار، واخذت السنايبر حقه. بس ما ادري ليش في الثيتر ما يبان، قهر ليتني مسجل لايف. بس يلا الحمد لله ان في ثيتر بعد اللي كان راح مره. المهم نكمل الموضوع. انا يعني اول كان في مشتري يعني كومنتيترز واجد ينزلون عن كود، اللي يلعب رشاش واللي يلعب سنايبر واللي يلعب كل شيء، وكلهم يجيهم تعزيز وكذا. الحين احاول اذكر 5 كومنتيترز ينزلون عن كود، والله ما اذكر 5 يعني، ما اقدر احصل 5 ينزلون الا الحين عن كود. علموني انت يعني، انت كمشترك عندي في قناتي، كمتابع لي، هل انت طفشت من كل فيديوتي؟ ما عاد ودك تشوف كل فيديوتي؟ ما ودك تشوفني انزل كل فيديوتي؟ اكتب لي في الكومنت. وغير كذا اشكر اللي في المقاطع اللي راحت، اللي شافوا الكومنت، اللي شافوا الكومنت، اللي شافوا المقطع الاخير اشكرهم، بحط 3 كومنتات في اخر الفيديو. واللي كمل هالفيديو الى هنا ابغاك تكتب لي في الكومنت، اكتب لي انت اكبر من الخق. وخليكم مع سكور نهائي للجيم واللقطتين اللي بتيجي بعد شوي. كان معك محمد ايسكوب، مع السلامة. He's running around. He's in trouble. He's going down. The Tigers are going to win. The Tigers are going to win.